هذا هو الواد امغين هنا. دابا راحنا في لودفيكسهافن، الى شفنا شويه هكا غادي نلقاو المدينه سميتها مانهايم، وبيناتهم غير هاد الواد وهذا كيفارقهم. كما راكم تشوفوا هنا معايا كيفوتوا الناس بالجيسكي، ها هما، وكاين حتى الجيت كيهودوا الواد كامل في الثلج. فيهم سنتر كوميرسيال، فيهم فين تمشي تشري، فيهم فين تمشي تشري السوا، فين لاقاش المدينه اللي كنسكن انا فيها ما فيها ولكن ماشي بزاف. وكما تشوفوا دابا الخوت في المانيا هنا ملي تمشي غادي في السوق خصك ضروري ضروري تشري التيكيات. علاش التيكيات؟ ملي كتكون ميجي شي كونترول ولا شديك الكونترول راه فيها مشكله، عندك حسن تخسر غير 4 اورو، هذه كدير غير 4 اورو حسن ما تمشي تدخل في المشاكل مع البوليس وعلى مبدي على التيكية. مي توصل هنا شري غير التيكيتا، مابقاش إلا مشريتهاش حتى لي كيجي في الكونترول باش ديك الكونترول راه فيها مشكلة، عاود خلص 60 اورو، روح مع المحكمة، روح شري على مبدي على الكار، روح شريوها من خلصها روح مرتاح، واخا يشدو معايا عندي لاكار ديالي. شي مغازا ولا ضروري ضروري مون شوت الماسك، الا ما كاينش الماسك ما كيخليكش تدخل، وعاود حتى خصك راك عارف دابا مع كورونا خصك حتى دير الاحتياطات ديالك باش لا ماكش عارف شي واحد يقدر يكون فيه الكورونا ويقيسك والله يحفظك. مشكله روح غير دائما مون شوت ديالك في الفم وراك غادي مرتاح. بيسلي كما كنتو تشوفوا الخوت هنا. هذه فاساتون بالعربيه، هي بنايه مائيه
وكما راكم تشوفوا جايه في الوسط ديال هذه المدينه مانهايم. كيف ما راكم تشوفوا معنا هنا بريمارك، فيه الاثمنه الخاص، فيهم الاثمنه الخاص حيت دابا مع ملي كيكون الصيف كينقصوا في الثمن ديال الكسوه. كما راكم تشوفوا معنا حانوت مزيان باش تشري الحوايج للصغار للكبار الرجال النساء. كما راكم تشوفوا هنا خواتم سناسل اثمنه صراحه كلشي رخيص. هاهما هنا عاود عندنا الحوايج ديال التليفونات الفونداس الصرصورات. هاهما الصرصورات الباتري الساعة، هنا غير الحوايج الكترونيك غير ديال التليفونات البيفان الطابوس السناطات. كما راكم تشوفوا هنا عندنا لتحت الحوايج ديال النساء، والفوق ملي كتجي عاود الفوق كتلقى الحوايج ديال الرجال، هادشي كلشي ديال الرجال. شوفوا دابا غادي نمشيو نضربوا شي دوره في مانهايم وغادي نوري لكم الاجواء كي راه هذا. كما راكم تشوفوا معنا دابا الخوت، احنا في فاساتون يعني بنايه مائيه، هذه هي. ودابا احنا نضربوا واحد الدور، ودابا احنا ندورو شوية على فاساتون. هادشي اللي كاين دابا، هاد البلاصه كيجيو لها بزاف السياحه توريست، كيجيو بزاف. وهاد البلاصه جايه في الوسط ديال المدينه ديال مانهايم، كما راكم تشوفوا معنا عامره بالناس، كاين بزاف الناس، اكثريه توريست ماشي من هنا. بلاصه زوينه باش تجلس فيها، يضرب فيك الشمس. في المدينه ديال مانهايم كاينه اكبر جامعه في اوروبا، هذه الجامعه فيها مشهوره اكثريه على الاوركسترا ديالها ديال الموسيقى ديال الفن. في هذه الجامعه على تقدر تمشي تقرا، بغيت تقرا فيها على الدكتورات فيها، بغيت تقرا على لا سينز فيها، بغيت تقرا
على طبيب اللي بغيت تقرا عليه راه في هذه الجامعه اللي هي اكثر جامعه اوروبا كامله كاينه في هذه المدينه اللي احنا دابا فيها في مانهايم. في هذه المدينه كاين واحد التمثال كيسد الخزان ديال الماء. التمثال هو هذا اللي راكم تشوفوا مراي. الخزان ديال الماء هو هذا اللي عند اللور. دابا هذا الخزان كيبقى دايرينو مسدود لا باش يسدوا هذاك الماء اللي كيكون باش يبقى يهود غير على هاد الخاردين اللي كاين. كما راكم تشوفوا دابا معنا هنا عندنا السبع، هاد السبع الماء ديالو روعة. هاد الماء تقدر تشربو لاقاش بوطابل. هاد الماء، هاد الماء هو اللي كيبقى يهود في كامل هاد البارتل. ودابا رحنا غاديين. كيجيو هنايا لي زامغو ولا الاحباء بالعربيه كيديروا القفل هنايا بالاعتقاد ديالهم بلا هاد الحب غادي يبقى بحال هاد القفل اللي مسدود هنا الى الابد. كاين في هاد المكان وكاينه في واحد البلاصه اخرى فرانكفورت. كيف ما راكم تشوفوا معنا هنايا هذه هي الجامعه ديال مانهايم، اكبر جامعه اللي كاينه في اوروبا كامله. لاكم تشوفوا معايا هذه سميتها الرولو، هي نقولوا بحال تروتينيت كتمشي كتهز تليفونك كتهز بهذه كتهز الترخيط ديال البنكه الترخيط ديال البنكه كتخلص شحال ما راك باغي بحال دير ساعه ولا جوج سوايع وتبقى تسوقها وبحال هما كيخلصوا بالدقائق بحال 10 دقائق نقولوا 2 اورو ولا 5 اورو 20 دقيقة 20 اورو وملي كتكمل صافي كتحطها فيما بغيت فيما حنا فيما غادي نتمشاو غادي نلقاوهم. هيا كاين وحدة هنا عاود كاينين زوج هنا ثلاثة وهادشي اللي كاين. كما راكم تشوفوا دابا الخوت شي دير واحد الاستراحة لقاش مشيت بزاف عييت او قلت غادي نمشيو نشربو ولا ناكل شي حاجة مشيت لهاد البرغري شيكس. هنا كيديرو البرغر الهامبرغر وكيديرو العصير باتيدو. دابا نيش بديت واحد الباتيدو غادي نشوفو يجيبوه ونوريوكم بقاو معنا. احنا في التواليت بغيت نوريكم الطواليت لقاش فيه بشي شكل عجبني هاد الديكور راهم دايرين له بحال هاكا نقولو في روستيك روستيكو طواليت روستيكو هو الطواليت ديال واحد الريستورون احنا فيها. شوفوا دابا الخوت احنا مولي ستار اوعدنا يكون عجبكم الفيديو وما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب وكومبارطيو مع صحابكم يلا تهلاو بيس ليكم.